أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ولا سؤال هذا ولماذا كسوقي وشيء ماشن ما أنت إن شاء الله تعالى وحان هل كان خوغمانينا حفلة لقصو قبقبين أيو دورة سعوتي أفر يتنبري ومعركتي لو قبنا أي أردك إماري تولوينك ولو قبنا أي هل كان مركز كان دار العلوم لو قبنا أي يعني معركة ماشن حفلة دي دورة سلو ختمة هي مناسبة دي يعني معركة هل كان أفرنا مركا علوم هذا كسوقي بشي يا أرضي يا خيار تكرر لما أنت هذا سود وهذا أنت أكيد وحن بلامينا ترتيبات كي حفلة ده ففاهم تدريبات كي دورة يا وحي هذا يا أرضي قلم أنت كقوم ناين يا ما أعرف تي دبينو ما عندهن تا مركا هذا حفلة ده عنو بلامنا يسا وحن ما أعرف تي ويرينا أرضي أرضي كميرة أو حفلة نوفره آيات القرآن الكريم كأرضي وحليل هذا حسن إبراهيم إسحاق. حسن إبراهيم إسحاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتاكم من كل ما سألتموه الله لا تحصلها إن الإنسان لظلوم كفار وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جزاه الله خيرا. أرضي قاس آيات القرآن كأنه أخري أرضي قاس وحمارتي حسوس مضن إن مارتي أردوان أي كي مادين تولوينك أيهين ركسو حفظي قرآن كريم كا ومعرفتي
waxbarasho kale iyo cilmi kale hadda inay sii ziyaadsadaan maaragtay u imaaday. Waxaan u yeeraynaa laba arday oo Farxaan Rooble Maxamed iyo Cumar Suu Maxamed oo noo akhrinayaan kitaab ka mid ah kutubtii halkan lagu akhrinayo usuul 3. Labada arday soo istaagaan. أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العلم العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال شافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول، اعلم قبل القول والعمل. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. جزاهم الله خيرا. لواس أردي نؤخرنا هي كتابك على الأصول الثلاثة أو كميدها كتبتي هل كان لو أخري وحسد مضن إن معركتي أردوا لو أخري سديت كتاب أو معركتي كالدوان إيقاتين ويكميده إن معركتي أصول ثلاثة أجرومي فقه الميسر 40 نووي عقيدة الوسيدية والجزء المئية يا تفسير كجزء عامة معركتي إن دورة لو قاتي أو كتبتها صدام بوحاوي أنت سي كل ما تي الله شرحي الله فسري وحي معركتي ففاهم لأن دورة معركتي وينو إيمان دونتا مركا وحنو يرينا هدا أبو بكر إبراهيم يا لقمان عمر بلال وبالوحير نياتو سان وقت ما هي نايه أجرومية كتاب أجرومية والوحير نوي أخريان ونياتو سان رمتي وحاوي معناها وانا اللي حفظي السينة هاي معناها ولو شرح هاي مركا هدا كما قيرنا وقت يا مارتا نوير وحاول تصالب من خسوق هذا. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والحرف يعرف بقد والسين والصوف وتاء التانيث وتاء التانيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء الخاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. جزاهم الله خيرا لباس أردي وقتي عن مارة أدو إلى هلنينا ويسيو بذي كرين يا مارتو أنت حفديين عشر هذا وحنو يرينا هذا يعقوب سهل محمد يا حسين نور بلو ومارتو احنا لا تصان كتاب كا ليلة ذو الفقه الميسر وكميد كتبتي اي دورة اي كقاتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: ما هو الوضوء؟ الوضوء طهارة مائية لإعضاء مخصوصة مع النية. سؤال: كم شروط صحة الوضوء؟ شروط صحة الوضوء ثمانية، وهي: الإسلام، العقل، التمييز، الاستنجاء أو الاستجماع، ضرورية الماء وإباحته، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ألا يطرأ ما يبطل الوضوء، دخول الوقت في حق من حدثه دائم. سؤال: اذكر فروض الظهور. فروض الوضوء ستة، وهي: النية، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستشاق، غسل يدين إلى المرفقين، مسح رأس ومنه الأذنان، غسل رجلين إلى الكعبين. الترتيب. سؤال: اذكر مسنونات الوضوء. مسنونات الوضوء ثمانية، وهي: التسمية، غسل الكفين، المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمة، تخليل لحية والأصابع. جزاكم الله خيرا. خير الله سيه أرض الله سيه كوي معركتك الرئيبة. أدو حانو يرينا يعقوب يوسف علي كتابك 40 النووي بل وحنا وصوا بندقة وكميدها كتبتي أي وقعتين دورة أي كواخر السين. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن خطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فأسند ركبتيه إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فاخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فاخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فاخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فاخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه البخاري ومسلم. جزاه الله خيرا أرضي قاس كتابك 40 النووي مارت وحنا قتساهي وحنا يرينا هذا دورة حكجري شان إتوان أرضي وحال قبر أي تاي هاشي قبر دي مارمنا إلي مارتي نوصو عرضيسو كتاب إذن أي صوت يارسي أو كميد أي كتبتي دورة اللو أخري هو أهل العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرقع سوء استهيكتو ومرقع عدم علي فاطمة يوسف إسحاق رحمة الله وبركاته. متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفصل الأول القواعد الأساسية في الإيمان بإسماء الله وصفاته. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعضيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل يؤمنون بالله سبحانه البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وصفاته. وأن كجرنا هذا حاوي حير بعنا كصاري حان ويرين الله بأرضي كتابك الأرجوز المئية بل وحنا يتصه أو تصاري عيسو حفظيين زياد فارح يديري إبراهيم إسحاق. عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي عزة الحنفي رحمه الله. قال الشيخ الحمد لله قديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة المجازة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يوم اثنين طلوع فجر ووفق العشرين من نيسانا وقبله حين وبه حانا وبعد عامين قد فضيما جاءت به مرضيه سليما حليمة لأمه وعدت به لأهلها كما أردت. فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه
وبعد 16 شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. جزاهم الله خيرا. لو أسردي هنوص عليه هذا أرضي أرضه يا بندقي هل أرضي أو ما أرتي نوص بندقه وحيالي الوقع هذا نهاية دورة وحاكمي لها تفسير كجزء عامة وضعنا لو دمي عم الله بلا إله برب الناس وأرضه ما أرتي لو فسيره لو دمي مركا أرضي ما أرمى بلين وحير نغطسه وصمالي بلنو فسيره وحاوي إدريس أبايل سيار ولي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وحام عرقتي نظمي عسي شيخ ونوشي دورة أو كجري تفسير كالقرآن كريم كأه سورة العمى إلى يوم عرقتي آخر كومارتي القرآن كل ما نأي سورة الناس. وحن نو أخري شيخ أحمد دورو يعني نو أخري حفظه الله. سورة العمى أي عمارتي يا واحد كفسرنا سورة سورة النبا يا ليرهدا وحنا كول يرهدا سورة العمى وحنا وي سورة حاجة ترسي القرآن ك تدواتا يسديدات وحين ما ركتي كسو دكتي مكة آيات كذا وافرتا آيات وايا وحين كهاللي سورة بعثية سارتان كقيامة iyo maartay abaal marka dadka muslimiinta iyo maartay kubi gaalada haa ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu maartay abaal marin doono. Suuradu oo bilaabatay abda waahi suura suuradan waxaan ku bilaabayaa bismillaahi ilaahi magaci ali arrahman naxariisna caam naxariisanayay arrahim hadaban mid gaar ahaanay naxariisanayay oo markii la tago qiyaamada ama jannada la galo ilaahi subhanahu wa ta'ala ذاتك مؤمنين تؤن حريستا وكان بالمؤمنين رحيما. إلهي وحير عما يتساءلون عما محيبه يتساءلون قال إسويدين يان ونبينا عليه الصلاة والسلام مركي لصو صاري يمعركتي قال وقراه كدو الأخري يكشكين وحليهن نبي محمد وحشي محوي محيوح لئم علي. إلهي وحير عن النبأ ورحقي بإسويدين يان العظيم أيوينا النبي ياسنا معركتي وركا وين علمها وحكو فسرين بركود قيامة لوليجيدا برنا وحيدا كتابك القرآن الكريم كي يا لوليجيدا الذي هم الذي كاسو هم أيك في قديسو مختلفون يسكو خلافين أو بر وحيدا وشاعر برنا وشعر بدهن برنا وحيدا وابن برنا وحيدا سحر وايو. كلا ليس الأمر كما يزعمون أرنت سائك شيئا معها سيعلمون وإوان دونان بين انت قرآنك كريم كي النبي اي بينيين مالك خامر كل عذابه. ثم كلا ثم انت كذب كلا سيع معها أرنت سيعلمون وإوان دونان وتوكيد. ألم نجعل الأرض إله وحي الميان كييل بلك مهادا مدقوله او ماركتي او سكستا هدارتنا وقولي كل ستيها دي امارت ارتنا خوصي حتبو انا كدين ايكع والجبال اوتادا اله وحير بورين وحان كيالني دكويو اي امارتي ان كيالني او دولك بيرهيبسا سيدي امارت اي نيلة دقاغن. وخلقناكم وان ابو رنبي الله سبحانه وتعالى ازواجا انكو لبن نوعا او ماركتي لب يددق الله سبحانه وتعالى وبن ادم انكو لعبوري وجعلنا وحان كيالني نومكم هردذينو سباتا مد راحا اذين او مركا دارت اشقيسين او اسود داشين هبين هدا صيحتو صلاة هبين ونشاطسن ياسود توسيسا. وجعلنا الليلة هبينك وحان كيالني بول الله سبحانه وتعالى لباسا مد در اينيئه در مارتينيئه ونقرناني استرايو. وجعلنا النهارة مالنك انو وحان كيالني بول الله سبحانه وتعالى معاشا من مارتن والمعميد كنا آرها ستان يعني كي يلني والله أعلم وبلا التوفيق والسلام سلام.
جزاه الله خيرا أرديغاس ونوسيو بندقة هي تفسير كي لو أخريي مارتي كميدها هي عليه دورة لو أخريي خير الله سيو هذا كان أرديغي عرضي وادي يبندقة وادي وحاويان انتا سنوويقي هاي أرديغان وحاوح وخر نيسي علماء ومارتي لحقه صلاة دورة سيلو قال إلا سيدي سعب مارتي سعريسي مركا بالعلماء دي قار كميده يعني ما أريد ربنا إن ينصو كلمة أنسينا وحن يرينا الشيخ حسين عبد سمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركه رب الله بما هذا سكلا سبحانه وتعالى مركه لبعضنا آدو حن أو ما تعلى يا مركزك دار العلوم وسوق بقابي دورة قيمة بدن تقريبا دورة وحيس عطي أفريتون بري أرضي قرآن كسوحف ذي وما شاء الله وآد أقول نشاط صمع لك ياني إلهي سبحانه وتعالى وحمد يسرينا أرضوا مستقبل خوضوا إنو هباجية وكي قوي أمد كوان فعيله إنو قلوه سيدو كلا إلهي وحان قرر جينينا إنو بركيو علمدا مشروع عن اسكو سو خر حرتي سيده شعبد الرحمن يا شمعان القاسميو ميزان كودا حسنات الله سبحانه وتعالى او اوو درو وحاون ان كاهين بوغادين يا مهدين هدا اون هايو ما جيرو وحان رجينيا اردبا ان الله سبحانه وتعالى مستقبل وناكسن سيو اردبا انا مشروع عن مشروع السعوده اون سو خرمن او تولوي كلاي كينا دد لا توبرو وخي لو اخري كره لو اخريو مشروع عن السعوده أدبر السجن أسود دوينا يا علمذي كل دورة كوة جرنوي جوعان أدبر أم هذانا يا مشروع وبالله توفيق جزاه الله خيرا شاه حسين عبد سمد وعنا دنا ما أرتكلي مسينا هنا شيخ أحمد دوبو وكمل عصينا ما أرتى علمذي دورة كجرتي أرض ما أرتى عشرة سينيسي فليتفضل الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمرك كواد مهدسن رب سبحانه وتعالى مرك لبعض وحان أمهد عليني مركز دار العلوم ومحوها هاي دورة كسعوتة قبان قابية اسكسو الدبريد أردوا سيتو محوها هاي تولوين ككانة حقيقة دعوة أدي أبو بركة بضل أيها هاد إلهي سبحانه وتعالى دتك دورة سوق بن قابية رب سبحانه وتعالى ميزانك وذا حسناتك إلهي سبحانه وتعالى هجليو حقيقة أرضها أيها أفر يتبنك بي دورة أي سعوتة أدي أبو أفا إذا يستين محاولة رقع هدى ينهر فديو ورقع أدي أدي ويرير ورقع مسكحة أي فيو ذاي مكة ووحي لبشبه محوها هاي مسكحة ويكون لقي وحياد محوها يا أخرين هايين واد أركيسين مركا أيوانا وحالينا هاي وحيابها زيتو لإذين كشوبة هرطا مركاك وادتك أرنتا سوق من قابية أرنتا او استاقي وإناد إلهي سبحانه وتعالى أبريدين إلهي سبحانه وتعالى إناد أبريدين أيال الربا مد اللبات وحال إذين كقبنا هاي فدي إذين ميالو ما دام أفر يتنبري وحل إذين كوشوبة هاي وحال الربا نوال بهاد مركو تولديس او اللابتو ومشي او كإمامة او كل لابتو وحي او صابرت انو دادك سيبارو وحي او صابرت انو دادك سيبارو ايال الربا وحال الربا انو شعار اذين نغضو ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون نوال با عشرات الدولة كقابت ان شاء الله تعالى مركاد لابتو هذه كنقن دتك الجارسي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا شيخ أحمد دوو خير الله سيء يا ضمان مارتع علماء حفلتك صغير بشيء هذا مارتع عن كلمة سينينا الشيخ يوسف بضل مارتع كمير علماء تولوين كان دادك معركتي دعوة كوذي أو تولوين كهال كان دادك اسكوه ما لكم إده وفاهم طوال معركتي ديبان وغشير دونا يعني معركتي كريم السينين أجزاء الله خير لتفل. بسم الله الحمد لله
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ورليال إلهي بعم هذا الرمت إلهي جي هلكنا كيني أود نسيين هلكنا مع مساك دولاً بركيساً هلكنا إذا أنك سقابك إلى الله محل عظمات كنسيي هنتي دار العلوم ومدع وسكلية وخصفيساً ودارت العلوم علمية إلهي وحنا وبرينا علماء ذي هلكن هوها أساستي مركه هروا أساستي دار العلوم دراسة أس أمد بلان كفا إذي ستانا كوذي إنو إلهي ميزان كوذ حسناتك إلهي ومهارتا أودرو هنتي كوان كيماها دوروان مانتا من ماشا لوقفتي دار العلوم أنا أكمل ذي كفا إذي ستي هنتي وان دوب بان ومسلمين يا كفا يستي ماشان يا عمال بركة يسان ما انتنا وحا كفا يستي رمتي أفري تنبري إلما تولوه من كي مالينا حفاظها قرآن السوحي زيان يا كفا يستي مركة إلما أصنا إلهي وحانا وربرينا كوا ما أرتايا أنفعه السلام كيني نقدان كتاب قرآن كي يدوره واسعي محوها كفا يستين كوا إلهي كوا أنفعه إيهانا إلهي كدقو ومدنا يكوا أنفعان هدو إلهينا يكدقو انت سأقول لك بنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله محمد. جزاك الله خيرا شيخ. كدي بحان مارتي كلمة سينينا شيخ سعد عبد الله. يعني مارتي كلمة سينينا سين مارتي كلمة دي سين وسجديو. ولي تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. أولا إلهي بما تسخله. علي هلكن كل مي سيدي هور لو شيغاي محامان تفرح علمي تولين كلا كيناي ان مستواها اما امحوها مواضيع دا اما كتبتا كلا دوان اي كهادلين وا مقليسين مركا محان ام هاد نوقيا مركزك اي علمادي سو اخرسة درسيغا اي معا لكوبي فكرة دا اسكالها ثانيا انتا سؤال بعد الله هادنا والدين تي المهورة صادرين إن كتاب إلهي يسون النبي محمد عليه الصلاة والسلام دين أي خالان أي خنا أمها النغي قلوبك سد حيثه علمي هذا ما كوا أركسين دبرة تعليم تا يدين تا سلك سارين يعكت سارين تعليم تودنا أي سي وطن مركا هدول ماشى محاك سو بحسا إفتين ينور دتك إن مركا واحد برتان إن أماكن تا أي كإمارين سامين أي كويلم دونان سيدا ايخ لو سو ساري ايخ نددك اي سو سار دونان اي دعوة دي دين تا مركا محاني هاي اولا بعد الله مهد با اني علنية علمي هديهين وزازي هديهين علوماتي وحاقس هديهين دادكي قوشن لغا مركز كان اصلا محوها اي شيخ عبد الرحمن اي شيخ محمد غاسم لبدا الدكاترة مسؤول كيهين واني مهد نقنا إلهي سبحانه وتعالى مركز نسكن كر الله أقاوه وحي فكرة يحوق يعقل نعنك واني لقرب تاقين هاي إلمها سنم حالين هاي الله بركيه إلمها سن الله بركيه كو تولوين كي مسلمين أنفعان الله كريه محاني إليها جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليه السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا شيخ صحاب وعن ما أريد هذا كلمة سينينا الشيخ كينان فليتفضل سماحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبنستعين على امور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مركه كوباد وحمها سن الله تبارك وتعالى وإنو سورة قليي إن دوردن قيمها بضن مدو أفريتبن بريئة أي كسعوتو مركز كان دار العلوم و هريبا دوري النوع عنو كلاة أما هنقوتو كتب تشريعة أما هنقوتو مرحلة ثانوية أما هنقوتو دوري قدها إيو تولوين كاللوو قبطو انتبه فلين جري اللي هنو سورة قليبة مهاتسن
نسيي عافيماتكا نسيي فكردا ايو ان لا انفعو دادكينا الله تبارك وتعالى با مركو باد يمر لباد يمر سدحاد مهدسن مركو لباد وحان وما دعلنا دكتور عبد الرحمن ورديري ايو دكتور محمد قاسم ورنتي إلهي سبحانه وتعالى وفجيي إن المي قرآن كحفظيي تولوين ككو حفظيي بدل كي أي قيلي يا أرقي يا اللوضة الراعي لهايين دور بضي إن مقالة دي واحد لغتسو نما كان هذا أدر كيسان هل كان لك هنا مدافر يتوين بري حرسنا وحقا تنفكره كلا دون علمي وحبي كاركين وأن مغليسين وفرونتك لدونا إلى آخره توحيدك عقيدة دي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لقدي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتابك بقولك بيدها أي أود ما ضعانه قاد وليت مجركة وآخره أن مغليسين وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب فكرة دكوا هذا إيقاتين وحاوي وفكرة علم الناس فكرة الله بعضنا وحاوي تونين كي ماذين يمقال هذا فرق يقول حيانا ويدار يمين وحي مركة الرقو كفكرة يان نين كفكرة العلم يسيوته إيا نين كفكرة المقال هذا يسيوته tuuladii iyo arigi iyo geelina aan dib ugu laabanin arintaasna waxa sabab u noqday dr abdurrahman iyo dr maxamed qasim wadaragtaano rag tiradiisa intan dhan inta reerahoodii iyo hooyooyinkoodii iyo tuulooyinkii laga soo kaxeeyo halkan markasku ay bariyaan qoodkoodii iyo jiifkoodii la kafaala qaado muddo dowrada halkan ay ka socoto cilmiga arkaysana la akhriyo سفوتك من إيمانين إلهي سبحانه وتعالى هبركيو عمري قد الله دريو الله وافجيو نفعك ومدى أنفعيان إلهي سبحانه وتعالى وافجيو نبينا صلى الله عليه وسلم مرلو يدي ذاتك يا أو خير بضن وحير أنفعهم للناس ذاتك يا أو خير بضن مثل ذاتك أنفعيو نفعك مرك وكل دوية أما هنغضو مد علمي أما هنغضو مد مالي أما هنغضو مد حوك أما هنغضو مد نصيحية ضاع عدنمو وحيدين هنغضو إن بلشدة عاد أنفعضو وحكو سوكر ريسو هذا إلهي كوا فجيو وحسالا معه ما داس الله تبارك وتعالى كذب وهذا كيسان والدين تتروين ككيمت ولشي يقبله مدوها فريتون بريكوهر نيقلسوك حي ما أنت وحي نغضن علومه كتب طيبة سوقاتين كتب طيبة مقاعيه وبرتين علمي هالك لقبل أبي أغاذين وحال دورة يا مركة إن علمه لسي قرب استاغو وحبعنا اللي وعي لنين تورويين كي هالك ايكي ماذين علمه الاس قرب تاغو هالك يجوغ لهايين هدو يهي مركز كقوديهيسا هدو يهتاي حافظه إن لو دياريو سيدي اي علمكو نقول لهايين وحكو بران لهايين إن لو دياريو وحي سارانتا والدينتا عنو قاعدين قد الشي قيمها بدن هدو بريتو وحبرتو قفك كواذي وانفعي وادقة قفك اللباذي وانفعي نواي سيغة سيغة سنفعي مركز ادحادنا وحابا دعي كرتا علمي غاس أدبرتي سوابتيسة إن جنة إلهي سبحانه وتعالى أتكو كشو هدو وادارك تانو قرآن كوي سوي حفظيين واتسود دلاشين ملبة تسود قرسيسين أحاديث باو حيث المامة يسا عنوغا قرآن كبرتي قرآن كحفظيي قرآنك كل نغمي قرآنك كل عمل فلي إن والد كيس التاج لو حري دونا مالين تقيامه مرك التاج كاس يحريتان كاس يجنة إلهي سبحانه وتعالى إن أتكو قشان إلهي سبحانه وتعالى هايدين وفجيو بذلك يجوه ديغان أهل السيوضو هل اللي يزقرب تاغو وحادي سوجيتي فرحان روبلي ميوها فرحان روبلي أو كم ده أرضي دي كيمت تولوينك تولدو كيمت أربورو كيمت مركا شعب عبد الرحمن يو شعب محمد قاسم فرحان روبلي
هذا والد كيسا وقال هذا إن وجو ومركزك وحبرش أبي سمفريا وحبرش يسوع أنت سعطى إن شاء الله أنا قاعد بحندونا مركا وحاربنا إن اللي صار شو بإذن الله تبارك وتعالى وحن أديارين دونا سيد المهين إن أفعل هايين ميل وقال هايين لودي رجلين لها هاي لو ولها مركا ما تنتين مرة مرسيد حد أنت يعني كلمة كسوكو يا رب لا توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاه الله خيرا شيخ خيران كلمة أسئلة يا تقيم بدن النص وجدي والدين تنا وحنفلا يا قارك وضع وين الجوان تقولين خي ماضي هذا وحن ما أرتك كلمة سينينا شيخ الدكتور محمد قاسم وكمدة علماء دار العلوم مشرفنا كأها مكرميرا كأها دورة أنا ما أتكلم السينا هنا سبل ونوف فهي أرضا ملاك كلام هذا إياه دورة بل أو نوسي ففاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ما بعد ولا ليال جزاكم الله خير مناسبة أمانت سكوب إيماني ومناسبة آد قالوا آد بان أفرح سنة إيمانتا لنقع دانا هاي مركز كي إشرافة هاي دورة دا مركز دار العلوم مسؤولين تيدي آدي آد بان مارتا أفرح سنة هاي المهي إيو والدين تي دادك نقاس وقيب قلي إلا محل جري معلمين تي دورة دا وحا أي سعوتي أفر يتوان بري أدان وح كشي وفهفهن كسابسن وحانا كفا إذي استعرضشان إتوان دان سوال وحي كي إمادان هربولي سوال هربولي كي إمادان منا بانبالابو كي إمادي منا دان يارع لبانا وحي كي إمادان إسكوت يميد غاريس يميد محوها مغالي ذا تولي ذا كلنو وبالانبالاب كدو مجموع عوضان وحاوشان إتوان أرضي وحا لبرا هاي أرضان مادوين تضلع وقدماتي علماء الليح إبانا آخرين هايين مادة عقيدة وحا آخرين هاي أخ مختار عثمان دونتو وحو آخرين مركورة دمييي أصول ثلاثة قواعد الأربع كدبنا وحو كحجسي القواعد محوها العقيدة الواسطية للشيخ السلام من تيمية رحمه الله تفي عن بونو دماتي وأن أركيسين أرضان يصوبان دوين يتابق الله بعد وحوها الأرجوز المئية وأرضها هدى الله بعد آخرين هين وحانا أصيلا مادة بحيي شيخ عبد الباري حفظه الله وحانا مادة السدحادة هي تفسير القرآن الكريم ونلجو الشيخ بحيي شيخ أحمد زياد طوبو وأركيسين حوها أرضها سيوصوبان دقان تفسير القرآن الكريم جزء أمورها عم جزء كورنا ولا دميجي سفي عم بين أرضا أوجا فائدة استين ما دل أفراد وحي هاد متن الأجرومية وآخره شيخ حسين عبد السمن معلم ولي أرضا سكان ماشين وقارسي إلى إيو محالي جري إلى يحكو جي مرفوعات كي محيه منصوبات كيه من مجازم تبي سأودينات وقت جاء يا كسو قاري ولا كيس أرضا صبر لجان ما دل كلا وعيها دمحوها حديث كأربعين نبوية وحا نووية وحا أخرية يا أخ محمد عبد الله يا أخرية مركا أرضوان وأركي سينسي وصوبان لغان جزاكم الله خيرا ورطة مواد الأخرية يا أرضو إمشي كي مالا وإنتاس مدى أفري طوان بري وان أرضو مشان كوهيني أفري طوان كابري وحان كفال قادني وإلهي سبحانه وتعالى ونوفو ذي إلمي جيف كوذي هي محوها دروس تودي هي إشراف كودي هي لصعد كودي حالة دودي هي محوها عنتدي نولش ودنب قراءدي قدودي شيء أفر ساعة مركب رجل لغا صباحا عسردي شيء يعشدي انت ودنب فول با انت صدنب إله نفذي سبحانه وتعالى سفي عن بيئينا وفاق ديستين مركب مدكو وغادلتك حضورك يا أدو أمها سنتين جزاكم الله خير وحان مهد بلاران أعلنها مهد أدو بلاران أعلنها معلمين تي أرنتها إذا نقلق يبقاتي وقت والسهوري ومحوها دمار هذي وفرب بضان يرتباطاتك ودان تيسوحرين دروسة أنا ربحي آدي آدم مارتيان أو أمها العلينا مدى اللبات
لان يرتنا وحلنا يدين كما سنتين جزاكم الله خير معلمين تأد بيدين أمانين وحيدا أرضها وحنكو أرق ماي قابلية فربضا وحيدا أرض خصبة يعني أرض أو صفي عن دروسه وصو قابلة أو صفي عن محلي جد دروسي عشر كلاسية وصفي عن قلنا يعني مركب ماشى إذا وحن كفها ناي أرضها هدي دروس الله سي والله وعشرة يسي وتاني علما نقول دهنا إن شاء الله وحلك سنتين أرضها وحي تولين كده أمر عليه صو شجني قرآن كيسو حفظين هذا قرآن كله حفظيه ماشى إذا الودايو وحنا موقتي إني مرتي المي حول الله رعسان دهنا أو دور كل راعي دهنا كل تجاين قرآن كي لفتي سو ودمي وحكي لبس كده لكن أرضها دي لسوقبته الله فرضي أو مرتي وضدي أي وحكو برام لهاين وتسهيل الله سميه وحنا مرتين أو موقتي إن أي أرضي أي معها قبسو مايان وضدي قبته هنا أي كده هاين المي هنا يسكر وسنين ومدنا أي أنفع دهنا إن شاء الله مركا أرضه وحنا جزاكم الله خيرا دلالة ننك الديار ومشان إن وحبرته أنا قد ديار بعوناي شلة مرة أن قلينا هين مشان ما حنا وسمينا قوال لوسمي شلة عيد الأضحى صدح نافع أري ومشان لو قلي مركا عمتدل البواح حنكويري سؤال بين ويدين ده نابري وراي ما حستان سؤال شيء إلى الحلا دروستي عشر كمان سي ودنا سو عن جوجنا ها جواب تعلن كان قرا ما مو بين بس نجوجنينا يا ربا إن لو هذا عشر كنا سووا يا ربا ديار وين هذا ديار بارامية مسيني كونوا بعد دياره ما إن شاء الله طيب وحكى له عن سؤال شكل ويدينينا يا ربا إنه توه كنا قوة حول الرعاة ها نقدر ربا إنه توه كنا قوة عارف ها إيش عن تتعيا سكنا وحرا وحارك كنا قوة ما نسمها مسجلة رزينة رعلان ايه تقول يا ربا انه تكان كفرت ها وعنو ما شاقوا حليه شو اوارت ايحوا كلالك جير حياة بيكبه بنامك ربعك العرهن مصحة ما شاء الله جزاكم الله خير ادي ياد بضمع سنتين هدان ان يرآن بالاميو ولا ليال اردبان سيد علماء ايوها اي شيئين وحواي وأرض خصبة وأرض دين البركة والديارة وحنشعت وحكس الوقت قرن كره مركا إن شاء الله تعالى وحن كعد سنة والدين تقاربه إيه مغوة إن أرنت إذا كهذا الله أرضي سيد أن يلي لهن وحي مارتا لغي يلي لها يسيد عرش عشر كوضي يحبر شهر لو وضي لها إن مارتا وحس كويدين إن شاء الله وحن أنا كل إيراني يعني هذا الكوهن بينها يا ودافع يا محلي جل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ورديري ومحوها رئيسكم مركز كاه إنه إن شاء الله سيجنا كلمات كيسة حول الدورة هي نشاط كردم بمارتا ينوسه كوضة وبالله توفيق تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دورة دي سيخير له نورة ماتي وأنا كفاية ذي سني أرددي وكفاية ذي ستين معلمين تأخر السينة وكفاية ذي سي وإن كفاية ذي ستين أجر الله قصي مركز كي إيو ضيافة ذي سينة سينة وكفاية ذي ستي مركز جزاكم الله خيرا سيدا قرح ضبضان إذو صحاضرتين ودقيستين وآخرستين وأجيبتين واتكم بها سنتين وحاضر دي ما وحاويان دورة بس وحي كدن بهي إن كان هذا الله وحي أرددا أو سي ودن ربع عشر رضي تعلين تقيبه هذا كالدوان ماشا ويكسعطا وحاك السعطا معهد لغبرتو لقضى عربيقا ونكي دادالا ووقت في عن سيية وعربي وصفي عن وفهم الدوانا ونهل الدوانا إن شاء الله وحاك لوك السعطا مدرسة ابتدائية وهذا قلاس ككوبات لغب اللاري منفصل ككوبات وهبين كلا آخريو وحاك السعطا غيب حفظ المطونة كتبت الله حفظنا أيوه وننكا سينا لقب سنكرا وبنانتا يوم لقب سنكرا مستقبل كان ثانوية أيو التحاق كراء موقفك أرضي وهريري كراء ننكي ببا معدك قيبتي ثانوية رويب اللابطي وحانا ما إن شاء الله تعالى قرشانينا دعنا هاي مركز كا يمام الكيسي إن أرضي إن بلان بعد أرضي مرتمة وماشا جوكتا وصاحبة ولبق مولبوي صاحبة لبق قلبة ما
marka hore qolkan hoose saxanayeen waa buuxsamay kadibna korka koraan qol si kumeel gaar ah u dejinay dhinaca midigta ee hadda qorax kasoo bax dhismaha ka bilaabatay hadda oo aan rabnay inaan ardada ugu talagalno bal wixii aan gurigooda magaalada aan ka heli karin ama magaalada meel ka baxsan ka yimid inay saxdaan oo jiif ka helaan. Dhismada hadda way bilaabatay, way socotaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu si wanaagsan noogu kaamil yeelo, noogu dhammaystiro. Waxaan leeyahay ardadii hore sii jiiftay meesha sii seexanaysay iyo kuwa hadda imaanayo ee cusub intaba soo dhawaada, waalidiintooduna waxaan leenahay ilmahaas waa inaan ka tashanno siay meeshan u joogi lahaayeen, leannahu mas-uulka waalidka dhala ilmaha iyo maamulka meesha waa inay is og yihiin. Ilmo iska socda aro meeshan aan saaxan rabaa la aqbali maayo. Meesha waa magaalo, waa meel nidaam iyo dowladnimo ka jirto. Ilmaha waa inuu haysto warqadii dhalashadaheed, waa inuu waalidkiisa noo keeno, waa inaan markaa xiriir aan leenahay iyo isku xidhnaan wixii markaasi kasoo baxa iyo wixii hadba loo baahdo laga wada hadlo. Qaabkaasna waan rabnaa insha allahu tacaala inaan si gaara uga tashanno. Marka markaskii waa inii furan yahay albaabihiisii. Ilaahay idinkiina waxaa rajeynaya inaad ka faa'iidaysataan sidii kuwa horeba uga faa'iidaysteen, camalkaanana uu ka dhigo camal mubaarak ah, ajir iyo thawaab iyo ikhlaas na nagu arzuqo. Jazaakum allahu khayran. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan xasuusin rabaa sheekh akh Kaynaan Khardansiyo wuxuu yiri waxaa aada ii soo jiitay ninka ahaa Farxaan Rable oo uu yidhaahdo anaa kafaala qaada wixii waxbarashadiisa ku baxayo. waxaan kaloo annagana u sheegaynaa ardada inta soo harta oo dhan haddaad diyaar tihiin iyinkoo maarata waxbarashada inaan sii wataan aad rabtaan, annagana kulli dhammaantiin waa nila kafaala qaaday inagana insha allahu tacaala waxbarashada ninka diyaar u ah inuu maarata barto markaska ku xirnaada rabo idinkana sidii Farxaan oo kaleeta noqonaysa Farxaan baa nila raacini, nin meesha ku haraay ma laha. laakiin insha allah waxaan idiga rabaa maarata isticdaadka iyo inaad diyaar ahaataan. yaa waxaan ku wareejinaa microfoneka insha allah Sheekh Maxamed. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Jazaakum allahu khayran. culumada maaragtay hadashay sheekhana Sheekh Cabdiraxmaan oo ah ra-iiska markaska Kharlaasiye iyo Sheekh Maxamed oo ka sii horreeyey oo ragga maaragtay markaska ka dambeeyo markaskan Daaru Culuum ee Barkeesan. waxaa hadda maaragtay noo xigayaa in la qeybiyo shahaadooyin ardada la siinayo oo maaragtay dowradaas ay akhristeen iyo kutubta ay akhristeen caddaynayso ayaa maaragtay halkan lagu siinaya ardada. marka kadibna waxaa noo xigi doonaa aayada qur-aan kariimka ah oo arday uu noogu khatimi doono, xifladda noogu xiri doono marka shahaadooyinka la tawsiiciyo. marka fadl sheekh waxaan bilaabaynaa ardayda ka faa'iideysa dowladda ka faa'iideysteen muddo 14 beri waxaan u diyaarinay shahaado oo la dhaho shahaad mushaaraka inay ka qayb qaateen dowladda qaateen caddaynayso. maxaa yeelay waqtiga hadda aan joogno zamankan waa zaman oo muxuu ahaa shahaaday waraq meel lagu maro. qofka dowladda waxaan soo bartay waa inuu caddeeyo wixii uu soo bartay. marka waxbarashadii ilmaha meeshan ay ku qaateen waa caddaynhayo ayaan usoo hagaajinay oo markaska uu bixinayo. marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa ardaydaas magaalada Geemaqlaan ay soo istaagaan shahaadadaasi ay qaataan. ardayga koowaad waxa uu ahay Farxaan Rable Maxamed. tafadal. waa loo dhufan insha allah sheekh. إن شاء الله أرضي وكروحة أحمد محمد إبراهيم. ترتيب ملا أرضي كوحي وحاوي ديري إبراهيم إسحاق. مش أحمد هو كان فاطمة يوسف إسحاق.
waxa ku xiga Abu Bakar Ibrahim Isxaq Idris Abayle Sagar Idris Abayle waa ninka sheekha quraanka no tafsiir hada masha Allah alayh jazakallahu khair waxa waa ninka la dhaho Yaquub Sahal Muhammad Yaquub Sahal Muhammad soo dhaxsan soo tilabso Ziyad Farah Abdullahi Ziyad Farah Abdullahi masha Allah udu shaqo لقمان عمر عبده لقمان عمر عبده هذين هروسه تلبسه إن شاء الله شيخ شغيز عباس إسماعيل يوسف ما شاء الله كاميرا مانكا كفايدست قولي فا إن شاء الله السوء محمد عمر السوء محمد شيخ سعودي تفضل شيخ عمر سوء معلا عبد الله هريرة ميا هريرة دو هريرة اسكوت ما شاء الله من اسكوت ها ما شاء الله هريرة ميا ما شاء الله ما شاء الله يعقوب يوسف علي سيرا اسكوت حسن ابراهيم اسحاق حسن إبراهيم إسحاق وحاولوا بيان الله ده حسين نور بلو حسين نور بلو حسين نور بلو وحاولوا بيان أرضي ياسا وحاولوا بيان أرضي ماشي كفا إذي ستي مركا وحنقول إن شاء الله كسر ختمنا قدام بنتي جزاكم الله خير ما سنتين دتكي كسر قيب جلايات بعد ما سنتي وقتك صهري بارك الله فيكم قدام بنتي وحنوصل ختم معايا قرآن ك شيخ فرحان ربلة شيخ فرحان صارت شيخ بالعربي ما نحكي قدام بيا أنا ما مذاع دوتي شلون طلع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون جزاكم الله خير وبارك الله فيكم حفلتي وحاولي انت سينا ولنتهي
waxaan wax yar maaragtay soo jiitay dadka wanaagsan oo lala saaxibo fawaa'id fara badan baa laga helaa. Ardaydan maaragtay tuulooyinka ka imaaday waxyaalo badan bay faa'ideen oo cilmiga kamid ah, qaar in la kafaalo qaaday, waxaasoo dhan waxay ku imaatay akhyaarta iyo culimmada iyo maaragtay dadka ay la saaxibeen ee xiriirka ay la yeesheen. Marka waxaa baraarujin mudan dadka wanaagsan haddii aad la saaxibto iyo maaragtay culimmada iyo akhyaarta, intaasoo faa'iido adduuniya akharaba yaad maaragtay helaysaa. Jazaakumullah khayr, barakallahu fiikum, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Martida soo dhawaada xaflad intaasayna u eg tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.